يعني في كل الأندية في متعصبين. في مرة في برنامج الجولة عملت مداخلة وسألوني كان بعد مباراة النصر في الأمارات، فأخذت موقف اللي أرى أنه واجب اتخاذه، وقفت في صف النصر ودافعت عن حقه، وحسيت الموضوع يعنيني فعلا، نادي سعودي وتعرض فعلا لأمر مأساوي يعني ولا يليق. فبعد المداخلة كنت في نيويورك، جتني رسالة حقولها بالنص أذكرها لأني للحين، أنت وجهك ترى إذا ما بطلت التصريحات المثالية في 1000 واحد غيرك يرأس النادي، فهمت ولا لا؟ هذه الرسالة وعلامة استفهام. أنا استشطت غضبا فكلمته بأخذ حقي. أنا السيناريو اللي في بالي أني أنا بكلمه بيقعد التليفون يرن 3 مرات وما حيرد علي. أول رنة قال نعم، يوم قال نعم خفت سكيت السماعة وأرسلت له مسج أنا آسف ما عاد متعودة. إيش تبي تقول الحين؟ يعني هذا ما وفرني في الرسالة، فما بالك لما يرد عليه من أول رنة مستنيني يعني. فأرسلت له قلت له أنا أعتذر لك، أنا آسف ما حتعودها مرة ثانية.